في محاضرتنا النهاردة اللي هنتكلم فيها عن الطرق المختلفة اللي ممكن نستخدمها لتوصيل المعلومة للمتدرب أو المتعلم أو الطالب. المحاضرة بتاعتنا هتبقى التايتل بتاعتها Instructional Methods. إن شاء الله زي ما بفكركم كل مرة Don't Learn Teach وما تسيئش فهمي زي ما بقول برضو كل مرة. أنا ما أقصدش ما تتعلمش، وإنما فعلا أنت هتتعلم أحسن لو بتتعلم علشان تدرب حد أو تعلم حد. في المحاضرة بتاعتنا النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن حاجتين أساسيتين، وهما إيه هي الوسائل المختلفة الـ Instructional Methods، وإحنا ماشيين هنتكلم في كل واحدة منهم ايه بعض مميزاتها وبعض عيوبها، وتنفع فين وتنفع مع ايه بالتحديد. الـ Instructional Methods في هنستخدم زي ما قلت لكم دلوقتي اربعه. اول واحده منهم اللي بنسميها اللكتشرنج. لكتشرنج يعني ان انا اقعد اديك محاضره. انا اكتر دلوقتي اقدر اعتبر نفسي قاعد بديك محاضره دلوقتي. احنا انا بتكلم بقول معلومات، المعلومات دي انت بتفترض فيها ان هي صح. انا وانا بقول حاجة بحاول اختار الحاجات اللي اقولها انها تكون على ادق مستوى ممكن، وده مع بعضه الغرض الاساسي من المحاضرة. في عنصر تاني في المحاضرة، وهو ان المحاضرة زي ما ممكن نتخيلها عادة الانستراكتور الدكتور الأستاذ المدرس المدرب واقف بيتكلم، وكل اللي قاعدين بيسمعوه. عادة بيبقى كمية الانتر اكشن، كمية الكلام منهم والتدخل منهم في كلامه بتبقى محدودة وقليلة، إلا إذا فتح باب للأسئلة أو للديسكشن. الحقيقة من الحاجات اللي بتميز سواء عيب أو ميزة بقى في الليكتشرينج، إن الليكتشرينج قادر إن هو يوصل معلومات، إن هو يبتدي يعمل الأساسيات، يديك المعلومات الأساسية في صورة معلومة، في صورة معادلة، في صورة استنتاج ما. المهم ان ممكن كمان يوصل لك مفاهيم، تربيط الحاجات ببعضها علشان ده هنا حصل كذا وهنا حصل كذا، فيبقى النتيجة هتبقى كذا وكذا وكذا. لكن الحقيقة لو جينا نتكلم على مستوى الابليكيشن او الاناليسيس، ممكن قوي ان المحاضرة ما تكونش كويسة، لان مفيش حاجة انت بتعملها كمتدرب، وبالتالي المحاضرة ممكن ما تبقاش فيها القدرة الكافية ان هي تعمل كده. برضو لو جينا نبص على الكون اوف اكسبيرينس، هنلاقي ان المحاضرة في الاصل هي مجموعة من الكلمات بتتقال، ممكن يصاحبها شيء من الصور، وبالتالي ممكن يبقى فيها شوية فيجوال. صحيح انت مش قاعد بتقرأ في الاصل، لكن موستلي قاعد بتسمع وممكن قاعد بتشوف حاجات، لكن ستيل انت باسف. برضو هنا بيعتمد ده كتير على قدرة المحاضر على انه يتكلم، وتيجي اهمية الكوميونيكيشن سكيلز اللي هنرجع لها لما نيجي نتكلم على الليكتشرينج لوحده في المحاضرة الجاية ان شاء الله. الليكتشرر لو ما كانش قادر يجتذب المستمعين بتوعه كويس، المحاضرة تتحول إلى أن كله سرحان وكله نايم وكل واحد في حتة، ما استفدناش كتير بالمحاضرة بتاعتنا. لكن مع ذلك المحاضرة طبعا فيها ميزة كبيرة جدا، وهي أنسب حاجة، ودي وجهة نظري، هي أنسب حاجة لأنك لما تيجي عايز توصل معلومة لعدد كبير من الناس. زي ما هنشوف في طرق تانية دلوقتي ممكن تتناسب، بس عادة كلها بيبقى في مشكلة لو العدد كبير. لكن المحاضرة هي اللي تقدر فيها توصل معلومات لمجموعة كبيرة من الناس في نفس الوقت. الطريقة التانية في الليكتشرينج، سوري، الطريقة التانية في الانستراكشن هي الديمونستريشن.
الديمونستريشن في نوعين من الديمونستريشن. النوع الاولاني اللي هو الباسيف برضو، ان انت بتتفرج على الانستراكتور وهو بيعمل حاجه. انت دلوقتي قاعد بتتفرج عليا وانا بعمل ليكتشر، فبتحاول تتعلم من اسلوبي، تشوف في ايه الحاجات اللي بتعجبك عشان تعمل زيها، وتشوف ايه الحاجات اللي ما بتعجبكش فما تعملش زيها. ده باسيف مش اكتف. في الاسلوب الثاني واللي هنتكلم عنه برضو ان شاء الله في محاضره لوحده، اللي هو 3 ستيب ديمونستريشن، اللي هو بيخلي الطالب يعني الانستراكتور بيوري الناس تعمل ايه وبعدين يخليهم يعملوا. فده بيبقى اكتف ديمونستريشن، والمفروض ان اسلوب التعلم ده احسن. لكن ساعات انت بتعمل ديمونستريشن باسيف، انت بتعمل تجربه ما او بتعمل حاجه او حتى بتصورها فيديو وتقدمها للناس، ما زال الديمونستريشن، لكن هي باسيف ديمونستريشن، بتتفرج عليك وان دي ار نوت انتراكتنج، مفيش تفاعل بينهم وبينك. طبعا الديمونستريشنز تقدر تطلع بقى شويه بمستوى المعرفه من الاندرستاندنج للابلكيشن. ليه؟ لانك بتشوف حاجه بتتعمل او بتعملها بنفسك، ومن هنا طبعا ديمونستريشن قويه في ان هي بتقدر تفهمك فعلا في الواقع ايه اللي بيجرى. كتير بنسمع عن حاجات لكن لما نشوفها بعيننا نفهم اكتر بكتير من لما بنسمع عنها. يمكن المثال المشهور دايما بيبقى مثال بتاع تعلم العوم. ممكن تمسك كتاب تتعلم فيه العوم وتقعد تقرا الكتاب اللي ما فيهوش صور غير الكتاب اللي فيه صور، والكتاب اللي فيه صور غير لما تشوف واحد قاعد بيوريك الحركات في فيديو، ولما تشوف واحد بيوريك الحركات في فيديو برضو غير لما تبتدي تنزل المية ومعاك الانستراكتور ويعلمك ازاي تعوم. طبعا هنا الديمونستريشنز ممكن تتحرك في المستوى في بتاع الكون اوف اكسبيرينس، من المستوى الاكبر اللي هو بتاع انك يو ار دوينج، لهنا المستوى بتاع الفيجوال. فالحته الفيجوال هتبقى مجرد الباسيف ديمونستريشن، والكينستاتيك هتبقى الاكتيف ديمونستريشن، وفي الحالتين اكيد افيد من المحاضره. لكن طبعا لازم تتخيل ان لو العدد كبير ممكن اوي ديمونستريشن ما تنفعش الا اذا كان في امكانيات كبيره وعدد متدربين كبار. وزي ما قلت لكم هنرجع للكلام ده ان شاء الله لما نيجي نتكلم اكتر على الديمونستريشن. هنا يمكن برضو اهو الحته بتاعت نمبر اوف ليرنرز، لو العدد كبير ستيل في فرصه للديمونستريشن هتبقى مفيده، بس بشرط وجود عدد مدربين كفايه وامكانيات كفايه ان الناس تتدرب بيها. النوع الثالث الحقيقه وهو الكولابوريشن والاكتيفيتي. ساعات كتير بيحصل لبس ما بين الكولابوريشن او الاكتيفيتي والديمونستريشن. الديمونستريشن انا بقول لك معلومات عن طريق ان انا بعمل حاجه، او بقول لك المعلومات واخليك تعمل معايا تحت اشرافي مباشره. الاكتيفيتي لا، الاكتيفيتي ممكن انا اكون قاعد معاك، انا كانستراكتور قاعد معاك بنعمل حاجه معينه، وهنا انا مش بقول لك اعمل 1 2 3 لا، ده احنا انت اعمل الحته دي وانا بعمل الحته دي، او اكون انا بره الاكتيفيتي وانت ومجموعه من زملائك بتحاولوا تشتركوا في ان انتوا تعملوا حاجه مع بعض. الاكتيفيتي هنا بيطلع منها برودكت، البرودكت ده ممكن يكون محاضره، ممكن يكون منتج معين فيزيكال لو هنتكلم في مساله انجينيرنج، بنحل مساله الكترونكس، اي مكان الحاجه اللي انت بتعلمها او بتدربها. المفروض مجموعه من الطلبه في الاصل هم اللي قاعدين او المتدربين هم اللي قاعدين بيشتغلوا على في الاكتيفيتي مع بعض من غير دايركت انستراكشن من المدرب. وحتى لو المدرب قاعد بيشتغل معاهم فمش المفروض ان هو قاعد بيقول لهم اعمل دي واعمل دي واعمل دي واعمل دي، وانما هو قاعد بيشتغل زيه زيهم بس عينه معاهم على اساس لو في محتاجين تدخل، وبالذات لما الموضوع يبقى فيه خطوره او سيفتي ايشوز يتدخل معاهم.
طبعا الكولابوريشن او الاكتيفيتي برضو في مرحله الابلكيشن والاندرستاندينج ممتازه، لكن كمان ممكن ترفع مستوى التعلم لمرحله الاناليسز، لان الديمونستريشن بتقدر تتفاعل مع سوري الاكتيفيتي بتقدر تتفاعل مع اللي حواليك وتطلع افكار جديده، مش ضروري هنا بتتبع الخطوات المكتوبه، وانما بتحاول تطور على طريقه جديده تحل بيها المشكله اللي قدامك او تخلص بيها البرودكت او البروجكت اللي بتحاول تعمله. فمن هنا الاكتيفيتي بتديك فرصه للاناليسيس. برضو in contrast with demonstration ممكن ما بيبقاش فيها كده، وانما لازم بتتبع الخطوات المكتوبه او اللي قايل لك عليها الانستراكتور واحده واحده. برضو هنا طبعا الاكتيفيتي بشكل عام بقى بتاخدنا ونروح للمستوى اللي تحت، ما بتطلعش فوق، انت بتعمل فعلا حاجه بايدك، بتتفاعل مع الناس اللي حواليك، بتتكلم، بتقول لحد اعمل حاجه، او بتسمع من حد حاجه، وبالتالي هنا طبعا الكولابوريشن او الاكتيفيتي بيدخلنا اكتر في الكينستاتيك، في القاعده العريضه دي اللي بتساعد الناس كلها ان هي تتعلم اكتر بشكل عام. بس طبعا اكيد يعيبها بقى ان محتاجه هنا يبقى اللارج سيتنجز يبقى فيها مونيتورنج جامد. اذا قدرنا نشتغل في لارج سيتنجز ممكن، اول ما نقدرش نشتغل في الكولابوريشن لو العدد كبير قوي. طيب يجي بعد كده ما يسمى بالديسكشن. الديسكشن عاده موضوع بيتفتح ما بين المدرب والمتدربين، او نسمح بالديسكشن دي انها تكون ما بين المتدربين وما بين بعضهم تحت اشراف المدرب. فكره ان الديسكشن بتدي فرصه كبيره ان احنا اولا نشوف اتعلمنا قد ايه وفهمنا قد ايه وما فهمناش قد ايه، وبالتالي بتدي فرصه حتى الانستراكتور ناخد فيدباك سريع، وفي نفس الوقت بتدي فرصه للمتدربين او المتعلمين ان هم يبتدوا يحللوا احسن. عشان كده الاناليسيس في الديسكشن، لان عشان اتكلم مع الناس لازم اكون انا الى حد كبير فاهم انا بتكلم في ايه، وبالتالي يسمح لي برضو التفاعل مع الناس اللي حواليا كمان ان انا ابني نوع من انواع الجادجمنت، الموضوع ده كويس ولا وحش ولا ما ينفعش ولا في ايه. هنا الايفالويشن طبعا مهم كحاجه بتديها لنا الديسكشن. الديسكشن طبعا مفيش حاجة بتتعمل، ده احنا قاعدين بنتكلم ممكن عن حاجة مش موجودة، او بنتكلم بعد ما خلصنا مشروع او خلصنا اكتيفيتي بنحاول ندسكس ايه اللي جرى. فهي صحيح ممكن نبقى في حدود الفيربال وشوية في الفيجوال، لكن بالتأكيد الجانب التاني اللي هو جانب انها بتدينا فرصة للاناليسيس والإيفاليويشن، دي طبعا مش حاجة يعني ضعيفة أو حاجة تقلل من قيمة الديسكشن. however ما نقدرش ننسى إن الديسكشنز بالتأكيد هتفيل لو العدد كبير، هتتحول الموضوع يعني كله بيتكلم وكل واحد ومفيش، مش هنقدر نسيطر عليها بسهولة مع الأعداد الكبيرة. الديسكشنز ما بتبقاش يوسفول إلا إذا كانت في صورة سؤال وإجابة مباشرة مع الانستراكتور، وفي الحالة دي بقت مش ديسكشن قوي، لكن ممكن تشتغل إلى حد ما، وبرضو في حدود للعدد اللي ممكن يتكلم معهم الانستراكتور. يبقى احنا كده بسرعة في المحاضرة دي قدرنا نتكلم مع بعض عن ايه المين instructional methods وازاي نستخدمها، بعض مميزاتها وعيوبها. في المحاضرات الجاية، الثلاث محاضرات الجاية ان شاء الله، هنتكلم عن lecturing، هنتكلم عن demonstration، هنتكلم عن الديسكشنز سوري الاكتيفيتيز ان شاء الله. وارجو ان تكون المحاضره بالذات الجايه اللي هي بتاعت اللكتشرنج تكون مستعد لها، لان هي هتبقى محاضره طويله شويه، هنحاول نتكلم فيها كمان عن البرزنتيشن سكيلز، هنتكلم على شويه في الكوميونيكيشن سكيلز، فارجو ان يعني ما تزهقش مني، لكن هتبقى مفيده باذن الله. فاشوفكم مع بعض، اشوفكم معايا ان شاء الله المحاضره الجايه.